إنتاج التشييد والبناء في مصر كبر بسبب المشاريع الكبيرة اللي تمت في الدولة. احنا بجانب ده احنا عايزين الناس اللي بيبني بيت وبيبني دور وبيبني فيلا وبيبني مصنع عايزين الناس تفهم ده وتعرف ايه المنتجات اللي موجوده في السوق، ما يعتمدش على مهندس اللي ماسك المنطقه ولا يعتمد على بياع في منطقته هو اللي بيجيب النوع ده. يقول لك روح عند الحاج عمران هتلاقي عنده الطوب، هو اللي عنده الطوب والزلط والرمل زي اللي بيشتغل نجار وحداد ومقاول، يقول لك ما مشيتش دي تمشي ما مشيتش، لكن ما فيش تخصص. فبيضطر الراجل اللي هيبني يقول خلاص يا ابني هات من هنا هنعمل ايه وما فيش. انا عايزين نفهم الناس لا، في شركات وفي مصانع ومهما كنت في اي مكان هيجيب لك المنتج وهات الحاجه الصح. الواحد طبعا لما بيروح مكان زي ده مليء بالفنيين والكيميائيين والمهندسين واصحاب مصانع والعالم بتاع التشييد والبناء ويلاقي الترحيب الحار، انا ما كنتش اعرف والله ان يعني معروف قوي للناس كده، لكن والله كنت سعيد جدا جدا جدا، والموضوع ده اتكرر معايا كتير جدا. فيعني انا بشكرهم وبشكر كل الناس، وده اللي بيخليني اصر على المجهود الجامد اللي بشتغل فيه، ما بيفرقش غير النوم عن المحتوى بتاع المهندس كله تمام، ما فيش فيه مشاكل اي حاجه يعني. ذخر للشعب المصري هو على المستوى الشخصي. انا في حاجه كتير قوي بتعلمها من الباشمهندس. ربنا يخليك بيك. قال يخفى القمر يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. انا بتابع حضرتك. ربنا يخليك. شرف لينا والله. طب انا من متابعينك. ازاي يا حضرتك باشمهندس؟ عامل ايه؟ فرصه سعيده. انت انا متابع حضرتك، انا بتعلم منك. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني الناشئ الجديد بيحتاج فيديوهات زي ديت عشان نتعلم منها. نتعلم. انا معماري مش مدني بس نتعلم منك. اهم فاصل السؤال المهم بقى، انا اللي انا سالته لحضرتك من شويه. اتفضل. انا راجل ماليش في الهندسه، انا ولا ماليش في المعمل وماليش في الطوب، وعايز اشتري طوبه زي دي. ايه الاختبار اللي انا اعمله انا كاشرف قاعد ببني بيت وجبت مهندس؟ هنتكلم على حاجات بسيطه. انا زي ما قلت لحضرتك حاجه اللي هي الحاجه اللي هي بلدي وسريعه. اول حاجه انا اكيد معايا مسطره في البيت. عند خلي بالكم يا اولاد، اكيد معايا مسطره. بعيد عن الابعاد. بعيد عن الابعاد. انا عايز اشوف التشرب بتاع الميه بتاعه. الامتصاص ده هجيب جردل طبق وفي نسبه ميه وبحط الطوبه، المفروض هي بتاخد 4% من وزنها. الطوبه اخرها 4 في تسحب من الميه، 4% من الميه اللي انا حطيتها. يعني هاوزن دي واحطها قد ايه؟ تغمرها لمده يوم 24 ساعه. يبقى انا احط اللي هيشتري وجايب واحد وعايز يستخدم طوبه حلوه ياخد الطوبه يحطها في الميه ويوزنها الاول عادي. ده شغل بدل ما تروح معمل وتصرف. ده التشرب، نسبه التشرب عشان نشوف المسامات والنفاذيه بتاعته قد ايه. اختبار تاني برضو ممكن يغني عن طبعا. نقول لهم النسبه. نقول لهم النسبه 4%. 4% من الوزن. من الوزن. في ما بجيب هنجيب قلبين مع بعض. تمام كده يا باشمهندس. اتفضل. قلبين مع بعض. وهنمسك القلبين ونفركهم في بعض كده. احنا بنعمل اختبار اسمه اختبار البري. اختبار البري عشان يشوف عشان لو في قوه التماسك بتاعته. الاسمنت ده في بودره بقى، في جير، في حجر جير، الحاجات دي كلها عشان خاطر على سطح على سطح على سطح بعض كده اللي هو بيركب على ان هو بيركب على بعض كده. هدي وهدي. هدي وهدي وجرب. عايزين نختبر 2 و3. هنختبر الاجهاد. انا بعمل حاجه اسمها اختبار، المفروض ده بيروح مكبس. اجهاد يعني كسر عند انهي قوه؟ بيتحط على مكنه وبتطلع النتيجه بالكيلو نيوتن، واحنا بنحولها للسنتيمتر ايه؟ كيلوغرام على سنتيمتر مربع. طب انا مش هنعمل كده ومش هدفع فلوس، والعينه بتتكلف مثلا 600 جنيه ولا 500 جنيه، انا مش عايز ادفعها. طب ايه العينه الاختبار اللي ممكن اعمله في البيت؟ بعمل عمليه اسقاط، بجري على سطح مستوي خرسانه مثلا وصل وماسك الطوبه وسايبها من ايدي لغايه ما تنزل ايه؟ تحت. نزلت المفروض هي اخرها تتكسر نصين. لكن على ارتفاع طولي انا. لكن ايوه من ارتفاع طولها زي ما انا ماسكها كده. خلي بالكوا شوفوا حاجات بلدي وخفيفه ورخيصه لكن قريبه مني انا كراجل. مش هقعد بقى مهندس اشرف جاي يقول لي خد عينه رمل حطها المعمل وزلط حطها المعمل وسيخ حديد يا على المعمل على اللي جابوه، وانا ماليش انا جاي ابني ولا جاي اروح معمل. فانا الاختبارات البسيطه الخفيفه اللي احنا بنعملها دي تغني كراجل بيتي ماليش دعوه بالهندسه. بيقول لك انا هرفعها من هنا اكتر. انا مش عايز طبعا ابوظ بتاعنا عشان داخلين في المعرض هيقفشونا. هنتسجن. فبيرميها بس على سطح خشن.
الاكستنشن زي خرسانه بلاط اي حاجه. طبعا مش بلاط عشان ما يتكسرش برضو. اقصى حاجه بيقول لك الباشمهندس ان هي تتكسر نصين ما تتفشولش, ما تتفشولش 600 حته تتفتولت. الناس دي تتفتولت؟ لا ما اخدوش لا بحلو ولا بوحش. عندي ثلاث اختبارات, كتير ولا قليل. اختبار الميه التشرب اللي هو بيزود بيورين المكبس قد ايه, ونسب الخلطه لو هي مظبوطه ما تعملش نفاذيه عاليه اللي هو التشرب اللي هي 4%. تاني حاجه البري عشان نشوف قوه التماسك بتاع الاسمنت ومحتوى الاسمنت ان انا بحكهم في بعض واشوف هو بيفرك قد ايه. الحاجه الثالثه اللي هي وقع الطوبه من على ارتفاع متر مثلا, اسقاط على اعلى ارتفاع 2 متر. ايه تاني؟ في احنا الاختبار الاخير اللي هو اصلا ما الناس كلها ما بتطلبوش, اختبار الحريق. ان الطوب ده بيحتمل المبنى, ان لا قدر الله قامت حريقه في المبنى, يفضل النار قايده مشتعله في الحيطان من جوه الحيطان لمده 3 ساعات. الطوب ما يتاثرش بالظبط, ما بيتاثرش بالحريق لمده 3 ساعات. لو حريقه مثلا بيت جواه خشب جواه اساس جواه الطوب اسمنتي زيه زي الكتله الخرسانيه, الخرسانه برده بتاخد نفس المده دي. غير مثلا الطوب لا بس باشمهندس انا مبسوط للقائك تحت امرك يا فندم. انا مش 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 عايز اقول لك غير اكتر ان يجازيك ربنا خير. زي ما احنا بنعمل المحتوى وبنقدمه للناس عشان نوريهم ايه الصح, برضو احنا انت قدمت وبدون ما انك تاخد, ما عملناش والله يا جماعه ما عادش. انا فاجئته يعني, انا ما عادش معاه الاول وهيأت زي ما الناس بتعمل اللي بتصور وبص بقى وهخش عليك كده واعمل والله على الغفله. اديله المايك عمال يرجع المايك وهو مش فاهم انا هعمل ايه, لكن ده ذوق منه. وانا عشان الوقت برضو بتاع المعرض واحنا بنلف على بارتيشنات كتير, الحاجه اللي انا بحس ان انا هفيد بيها الناس, لكن مش كل طبعا البارتيشنات انا دخلت فيها. لكن والله حسن الاستقبال والادب والاخلاق, وبنشكرك جدا وان شاء الله لحاجه تانية وماده تانية وبارتيشن تاني ومنتج تاني للتشييد والبناء. اشكركم ونلقاكم في حلقه قادمه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.